مش عارفة يا مقام الأميرة مش راضي يرضى عليه، على صدري كله حليب. طب إيه الحل؟ الولد ما كلش بقلود كده ممكن يموت. مقام صفي نزهانة المرضعة الجديدة، مش عارفة أعمل إيه شوكا، مش عارفة أعمل إيه، حاسة إن ربنا بيعاقبني. هدي أعصابك مقام صفي نزهانة أرجوكي، مش عارفة إيه الحل. بسم الله ما شاء الله، اهو بيرضع اهو يا ست هانم الامير. انا مش عارفه اشكرك ازاي، اطلبي مني اللي انت عايزاه، اطلبي مني فلوس ذهب، قولي لها شويكه. مقام صفي نزهانه، فاطمه المرضعه طمعانه في رضاكي وهتكون سعيده لو اصبحت مرضعه الامير، مش كده يا فاطمه؟ انا منك لله. لا 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 انا مش عايزه حاجه خالص، انا في ديك الساعه يعني اما ردع سياده الامير الصغير ده يوم سعدي. انا هديلك مكافئتك بس مش عايزاكي تعملي اي حاجه غير انك ترضعي الامير، مفهوم؟ ايوه مفهوم يا ست الاميره. مين ده؟ ده 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 ده, ده ابني يا ست الاميره هان. لا بس مش هينفع ترضعي الاثنين، ده ممكن ياثر على الرضاعه. لا بالعكس، ده كده يعني يزيد ويتبارك ان شاء الله. ابنك انا ممكن اجيب له مرضعه وهي هتاخد بالها منه كمان. لا انا لا يمكن يعني واحده تانية ترضع، انا اما رضع ابني يا اما بلاها الشغلانه دي، وضنا غالي وانت قادره بقى يا سياده الاميره، وبعدين يعني انا مش هدي ابني وهو حته لحمه طريه لواحده تانية ترضعه وانا موجوده. انت جننتي يا ست، انت ازاي تكلمي مقامها بالاسلوب ده؟ خلاص خلاص يا شويكار، سيبيها على راحتها، بس لازم تفهمي يا فاطنة يا ست الأميرة وصاحبات النسوان بيقولوا لي يا بط. اسمك فلاحي قوي، أنا هسميكي الدادة فاطمة. فاطمة حلوة برضك يعني ما روحناش بعيد قوي. لازم تعرفي يا دادة فاطمة إن الطفل اللي بين إيدك لو اتغذى كويس وكبر هيكبر حظوظك في الدنيا، وكمان ابنك هيبقى الشماشيرجي الخاص بتاعه. ايه الشراشيرجي ده؟ بس حلو حلو. إله يا ست الاميره، يا رب انت وسلملك ربنا كده ان شاء الله يفرحكوا بيه كده، وهو عريس مال وهدومه قد الدنيا. قادر يا كريم. شويكار حضري لها من فضلك اوضه ضيوف وخليهم يهتموا باكلها كويس. تمام. ها في ريحه كريهه قوي يا شويكار. يا دي الفضيحة، ده الولا يعني الظاهر أنا مش عارفة أنتوا بتسموها إيه يعني، بس أكيد أنت فاهمة. غيري له شويكار، أمر مقامك. معقولة دي يا ست شكركار يا دي الكسوف، يعني أنت بنفسك هتغيري للولا؟ الليلة فقط، ومن بكرة هنادي على سر خانم تبعت لنا خادمة تقوم بالمهمات المقرفة دي. الله يخليك يا ست هانم، يعني عقبال ما نشيل عوضك يا رب. إله شيل عوضك يا شككار يا بنت حواء وآدم، حسب الولا يتمزق. ها أيوة بالراحة عليه. هلا هبي نام، هلا هبي كخ،